بعد كده ان شاء الله باذن الله. فده سيتي بقى فاهمه جدا جدا جدا، وبيجي فاينل كمان، بس هو بيبقى مينلي في الميد تيرم، بيجي كتير قوي قوي. يعني بتضايق قوي من الناس اللي بتقعد تضيع وقتها قوي في الانترودكشن والسل ومش السل والايزوسومز والكلام ثانويه عامه دوت، وتيجي عند السيمباثيتك والبارا سيمباثيتك وتبدا تتعب. من عند السيمباثيتك والبارا سيمباثيتك الكلام بيخش في الجد، وبنخش بقى في الكلام الفيسيولوجي للجد. السيمباثيتك والبارا سيمباثيتك هتستفيد منه 1 و 2 1 و 2، يعني لما تبقى مذاكره كويس هتستفيد منه، وهيوفر عليك حاجات كتير جدا 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 ان شاء الله باذن الله في الفتره الجايه باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل مقدمه للسيمباثيتك والبارا سيمباثيتك كمدخل ليك ان انت تقدر تقعد على كتابك وتذاكرها ان ديتيلز. فاهمين قصدي؟ ان انت تحبها، تبدا تحبها. فلو اتكلمنا عن السيمباثيتك والبارا سيمباثيتك، ايه هما السيمباثيتك والبارا سيمباثيتك دول؟ السيمباثيتك والبارا سيمباثيتك نيرفس سيستم. سيمباثيتك والبارا سيمباثيتك دول نيرفس سيستم. يعني ايه؟ يعني جهاز عصبي يندمج تحت كاتيجوري اسمها اوتونوميك. قولوا معايا اوتونوميك نيرفس سيستم. اوتونوميك نيرفس سيستم حاجتين، ايه وايه؟ سيمباثيتك وايه؟ الله ينور عليك. ده اول سيستم. في سيستم تاني هناخده بعدين اسمه سوماتيك نيرفس سيستم. يبقى النيرفس سيستم ككل، جهازك العصبي ككل، ركزي يا دكتور بقى افهمي، جهازك العصبي ككل متكون من حاجتين، اوتونوميك نيرفس سيستم اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، وسوماتيك نيرفس سيستم. والاوتونوميك نيرفس سيستم حاجتين، جهازين، سيمباثيتك وايه؟ ابعد بقى عن الفيزيولوجي والكلام العلمي المنمق، وخلينا كاننا قاعدين مع بعض في اي قهوه ولا اي كافيه. واعتبر، وخد الامثله العزازيه دي، اعتبر السيمباثيتك كانك بره البيت. خارج المنزل. يعني الاكشن، يعني ايه اكشن؟ الحاجات الفانكشن اللي هيعملها السيمباثيتك اعتبرها ان انت كانك بره الايه؟ بره البيت. والبارا سيمباثيتك سبحان الله عشان اقول حرف البيت بارا، يبقى انت جوه الايه؟ جوه البيت. اعتبر نفسك جوه البيت بارا، واعتبر نفسك بره البيت سيمبا. ماشي كده؟ يلا نبدا واحده واحده من عند عينك وننزل مع بعض لحد ما نوصل لصباع رجلك الصغير. لو هنبدا بالسيمباثيتك على العين بيعمل ايه؟ لا مش عايزين بقى نعرف، انا هقول لك. احنا مش عايزين ده فيش ليه بقول لك قاعدين على القهوه بتقول ده ديشن. احنا عايزين كلام بسيط. السيمباثيتك يعني بره البيت على العين. ايه ده؟ البنت الحلوه ديت؟ البنت الحلوه دي بتشاور لها وتبص عليها، يعني بتعمل في عينك في البيوبل في البرقم بتاع العين توسيع ولا تضييق؟ توسيع، بتوسع خضقة العين، بتوسع البؤبؤ بتاع العين، بتوسع البيوبل بتاع العين، بتعمل فيه توسيع. التوسيع عندنا في الفيسيولوجي اسمه مايد ريزز. بيوبل دايلاتيشن. يعني بوسع خضقة العين. لما بوسع خضقة العين انا بقدر اشوف البنت الحلوه، وبقدر اعدي الشارع عشان انا بره البيت. ببقى واخد بانوراميك فيو، مش مركز مع حد فيكم، بس واخد بالي من كل حاجه. ده الكلام ده وانا بره البيت، يعني سيمباثيتك ولا بارا سيمباثيتك؟ الله ينور عليكم. تاني حاجه بعد ما بوسع خضقه العين، الفرق اللي ما بين الجفون يوسع ولا يتيقل؟ يوسع طبعا. ده انا ببص لبعيد. يبقى هعمل وايدنينج اوف بالبيبرال فيشر. الفرق ما بين الجفون هيزيد. لو انت بنت وحبيبك سالم، انا بقول لك اهو، تخيل معايا لو انت بنت وحبيبك سالم، ودخل عليك دلوقتي في السكشن، ينفع تعيطي قدامه؟ بتحطي نفسك في الارض
كده مفيش مفيش طريقه خالص. انت نفسك عيط ليه؟ عيط ليه اللي جابه جاب غيره يا اخي؟ اوكي يبوك يقول في مصيبه يا اخي. ولا ليه ما يتعبش نزليها عليه؟ ما يستاهلش ضفر من ضفر. انت بكره بتطلعي دكتوره. الحق الحل ان اللاكريمال سكريشن بتقلل من الايه؟ من اللاكريمال سكريشن من افراز الدموع عشان انا بره البيت عشان انا بره البيت. انا ممكن ابقى جوه البيت بقى اعيط عليه بس انا وانا بره البيت لا انا قويه انا ما يهمنيش. يبقى هزود التير ولا اقلل التير؟ اقلل التير. الله ينور عليك. الاوعيه الدمويه بتاعه العين تحديدا الكونجكتيفال بيزل بيحصل فيها فازو كونستريكشن الديب فازو كونستريكشن فازو معلش انا اسف يعني بيزل كونستريكشن يعني بيضيقها يعني البلاد سبلاي اللي بيروح بيبقى على العين. تاني اربع حاجات بيحصلوا على العين.